كده اهي حلوه اهي. ثواني طلعنا لايف، يلا بينا. طلعنا القمر دي، تعالي ورينا الشياكه والحلاوه. دي بقى كانت بتجي الاول تزورني في المعارض، بعدين جبت رجلها، جبت رجلها في المعارض بتلبس شيك بس. فقلت لها ايه الشياكه دي؟ قالت لي انا ما عندي براند لبس وكده. ايوه انا انزل معاكي بقى من ساعتها. تنزل معايا جميله جميله جميله. وبعدين احنا بقى في سبوت مول، كانت سكر وكان عندك اشارفات في سبوت مول. ايوه ما زلت عندي. بتقولي ايه تجري تجيب اشارفات وتيجي تجري تجيب. كان عندي اكسسوارز برضه. دي ايه بقى؟ جلاليب. دي حاجه بتشفي بقى، حاجات هاند ميد انا اللي بعملها. والله الله تصميم كله يعني. انت اللي لابساه ده انت اللي عاملاه؟ كل ده احنا عاملينه. من الحلال تحفه. واسعارك حلوه. بس ده بقى يعني حلو. بصي تحفه حلو قوي. نشوف كده احنا نعيش بقى هنا شويه. احنا رانيا، هو ده لازم يجي ورا على الحيطه. هو عايز حد يعني. ايوه لا ما قصدش طويلة وعريضة وكده. عادي عادي عادي. لا ما احنا ممكن. لا والله. طب ما حلو. حلو قوي ده. حلو قوي. طب والله تحفة. والله حلو جدا. المراية يا جماعة بقى. المراية ده؟ لا بصي ده كمان يجنن ما شاء الله. تحفة. ده لونه يهبل. بس الناس اللي تفهم يا تجيني روعه. ايه رايك؟ روعه. بصي مدام، بصي الاسود اللي فيها بس تفهم. ايه رايك؟ على التلوين كده تحفه. ده خطير وده هادي. بصي ده بقى، بصي ده وجمال ده خطير. ده سواريه يعني. ده بصي ممكن يبقى زي كاتب كتاب مثلا في بيت او حاجه. ايوه والله. انت مدوخاني وراكي في البازارات. انا اهو. ايوه وانا عماله بفلستني بنتي في الجهاز. شوفي لي حل، شوفي لي حل. انا سعيده انك فلستي. انا سعيده. انا سعيده. بصوا يا عمي ده حلو قوي. بصوا حلو قوي. رمضان. رمضان ده كان مكتب في بيت. ده زي اللي انت لابساه. بس رسمه مختلفه. حلو عليها. ايوه فهميهم يا ماما، فهميهم يا قمر. دي لازم الناس تفهم. دي بكيزه هانم دي. ايوه بكيزه هانم. وريني تحفه. تحفه والله تحفه. بصوا ده سعره كام يا مدام سلمى؟ حلو والله تحفه. ايوه ولا حاجه. ده سواريه. حلو. ده سواريه بس بقى. بصوا وعايز يتعمل له ستايلنج، يتلبس تحته حاجه ساتان بفيونكه كده، ساتان طويل وبنطلون واسع. خطير. بصي الشياكه يعني. وبعدين هو طبعا انا لابسه تقيل قوي تحته، بس هو يتعمل له ستايل خطير. الاصفر حلو بس صيفي شويه. ده بقى عادي قوي. ده خطير. ده حلو قوي. مش مهم، ما انا عشان لابسه بس تحته حاجات تقيله. لا كبير عليكي. لا مش مشكله، بس لو لبست كعب مع كعب. هو وان سايز. هما ستايلهم برضو مش ضيق. ده ايه القماشه دي؟ ايه القماشه دي؟ القماشه دي غريبه برضو. بصوا بصوا يا جماعه، عشان انا بقول ايه الحاجات دي في المولات. لا 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 انا بكذب. لا والله انا الحمد لله انا مجرياني وراكي كل حته اهو. مش بتجري ورانا هي. انا وراكي في كل مكان. هل الحاجات دي موجوده في المحلات عادي كده؟ لا والله لازم نجري ورايا. لازم تجري ورايا عشان تلاقي الحاجات دي. شكلي كده هتجيبيه ورايا بقى. شفتي؟ لازم نجري ورايا عشان نجري. والله تحفه. كويس اننا بدانا. ليه؟ لان انا بحب ادور على الحاجات المميزه. كل الحاجات دي لذيذه طبعا.
الجاكيت ده، بس انت مميزه قوي في الشغل اللي عندك. طب بصي ده بقى، بصي انت ده بقى، ده تريننج سوت تحفه، بنطلون اسود. بصي سوت، بصي خطير ازاي، ده اكتر عجل عربيه شبه هي حاولته كده. يلا الهوش مومو، بصي الشغل ده هي شاطره، هي شاطره بس ها عايزه تسوق. علميهم بقى، معانا الريسه الكبيره. بصي ده هتسوق شويه بقى، بس مامتي بنطلون. لا مش مامتي، لا هي مش مامتي، مومو هي شرفيه. لا هي مش مامتي، هي هي شطوره في المعارض وبتبيع حلو، شطوره. بنطلون وكده في اللي خفيف ما دي هنتلم عليها كلنا، هاخدها استقن، هاخدها بجد، ماما هتعيط، هنوعيها. حضرتك احنا قاعدين هنا في الصاله، دي صاله بيتنا، فمش معرض بقى، كله مفتوح على بعضه. وعن ايه؟ ايه ده؟ هاتي. ماشي راحتك يا حبيبتي مامتك حمر، انتوا شبه بعض. بصوا الحلاوة جميل، بس هو يعني مقاس، عايز انا عايزه مقاس اكبر، بس ايه لا حلوه، بس بصوا الشياكه خطير خطير خطير. دي زارة؟ اه
انت بتجيبي الحاجات اللي هي عندك اللي هم البواقي. حلوين قوي. لا استني انا عايزه اشوف. وده برضه حلو. اوكي والبطاطا والبطاطا الدفينه واللي لسه هروح بقى على السحر يا سيدي. مروه اكيد دودو عايزاني. ايوه هي بتلف دي جميله قوي. بص يا فاطمه حلو قوي بقى. وريني دون عليكي جنن بعدين بقى يا دوبو بقى شوفي حلو. بصي المنظر الحركه ما انا عندي كل حاجه عندي ليها حاجات تشبه. بس بصي المنظر. لا ده كده. بصي لا ده مفيش شبه. لا ده مختلف. ده جميل جدا. مختلف خالص. بصي الحلاوه راجل خطير. ايه يا مومو الكلام ده؟ كل ساعه على طول كل ساعه انا بقول كده. بصوا الحلاوه الناس هتصور تعملوا سكرين شوت وتيجوا هنا. احنا فين يا دعاء تاني؟ لونه حلو قوي وجميل قوي. بصي عامل ازاي؟ تحفه واسع ويقيس كليك. والهفان يهبل. وريني وسعره يا جماعه كمان حلو قوي. سعره كام؟ حلو والله. على الفرو اللي فيه ده الخامه ما اصل دي بتبقى بيس في الدولاب. وريني استني هقيس طويله الحاجات الطويله. حلو قوي دعاء. بتوع الليل واخره. في ناس بتوع الليل واخره. انا في حاجات ببقى عايزه امشي الساعه 11 لان الناس لسه ايه ده احنا لسه بنركن. تركنوا الله. بصي يا ماما قوي ايه الحلاوه دي قوي السعر والله بلاش فضايح بلاش فضايح. ما شاء الله ما شاء الله. تعالي ورينا جبت ايه. يلا هي نور ما جاتش النهارده بتاعت محلات الحديد والطرح. لا ما جاتش. لا يا نور نور براند ما جاتش النهارده. ولا مكملات الحاجات دي لا فيش بره. ديجا عنده؟ ماشي. ديجا بره على اليمين. حلو قوي. حلو قوي عليكي عشان الحشوة حلو. ده ولا اللون ده ولا اللون ده يا ماما؟ اللون ده ولا اللون التاني؟ لا التاني. انا حاسه ده. صح. على بنيات بقى. ده خطير. بس عارفه هو الجري من ارند كيك الخيمه البيضاء اللي في اللون الثاني عشان يعني احنا حياتنا كلها لايف. انا مش هتاكل. هاكل؟ لا انا باكل. لا انا بطلع لايف بس. ده حلو برضو قوي. بس ده شفت زيه بره. انا بقيس الحاجات اللي ما شفتش زيها. ده ما شفتش زيه. ثواني. ده ما شفتش زيه. صح؟ حلو قوي. ده ما شفتش زيه. ده لطيف قوي بالستادز ده. يا آية في سندوتشات هنا يا آية. انتوا كلتوا؟
اخبار الكمبوشة ايه؟ بيقول لي كده ده احلى عليكي مش التاني ده؟ اه طيب. اه انا عايز اسال الكمبوشة ايه؟ الكمبوشة هي ايه؟ بصي البدلة دي يا جماعة فاشن ستور اهو ده كمان يا بو طيب جدا خلاص عشان الناس ما تتلخبطش صح خلاص احنا عارفنا دلوقتي انا عارفه الناس هتيجي تاخد منك كام خلاص هيجوا ياخدوا الجلاليب اللي انا استوف في الاول والاثنين دول لو ما اتاخدوش انا هاخد واحد منهم بكره انا بحذركم اه والله وطبعا جو بزاره دي هتتاخد لازم اكيد انت بتبيعيها اقل ما كانت بزاره صح بصي انا عماله الناس هتيجي تاخد دول لازم دول الناس هيجوا يسالوا على دول وعلى الاثنين دول لازم وبقيه الحماشه كمان ماشي يا سوسو يلا نصور بال ثواني بس تيجي جنبي ثواني وكده بعت الصوره اوكي انا عشان ده تليفونك ولا ده تليفونك اوكي ايه ده بتصورتي مش عارفه ايه ايمان ستينا ستينا اوكي ماشي بتلخبط بس واحده ها عشان عندك المساحه اتصورت شوفيها كده يلا يا طارق عشان تعبتي منى سويها تعمل الموبايل هنا هنا البيت ده سايق هو في الصيف اه استني ما البس بس فاطمة هنا المفروشات هنيجي نشوف يلا بينا العروسة خدت حاجات من المفروشات ده ايه لا هنا 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 ده ايه مش مطبقين مفروش الصبح اشتريتي ايه؟ ايه بقى قولي اشتريتوا ايه متلبسين اشتريتوا ايه مش عارفه هي اللي عارفه بقى الاسامي يلا قولي ده اسمها لا 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 استني دي هتفتح عندنا ريحاني ريحاني البخور والحاجات الحلوه بتاعتهم ودي اسمها ايه اللي هتفتح في الحاجات ماي ستايل تمام دي بقى مش عارفه اسمها بس هي محددناش إيه؟ اللي هتفتح في الرحاب مش عارفه هتفتح في الرحاب كمان كام يوم مش عارفه ما بتبقاش بقى الكارت تمام نورتونا ميرسي ايوه طب بس لسه عايزه البيت لما على طول كده بصي الشقه مش بتظهر غير ها يا دينا ستايل زون وريني الحركات الحلوه يعني ايه بطانيه لونها كده ايه رايك دي بطانيه لونها كده دي مش يعني حاجه جديده كده للناس الحلوه بقى اللي بتحب ايه لا بطانيه لونها فوشيا على بنفسجي خطيره دي دفايه بس الدفايات دي حفر ليزر احنا عايشين بيهم على فكره اللي هم متبطنين جوه بالصوف دول حضرتك تستخدميها اصلا ك يعني غطا بس مش محتاجه ان انت تصوري الدفايه خطيره ولونها حلو قوي اه
جديدة في الليفنج بقى كده، ليفنج مثلا ابيض. انا الليفنج عندي كحلي فلايا. ايه تاني عندنا بقى الدفايات دي كمان، دي 4 قطع بالمخدة الطويلة واثنين خدادين. عندنا دفايه الاستك عشان الناس بتحبها. لا بيحبوا الاستك. حلو شكلها دي. حلو. دي دفايه استك منقوشه. منقوشه. انا دفايات الاستك ما بتبقاش منقوشه. افرديها. طب يا دينا حلوه قوي. دي سعرها كام يا دينا؟ 450. حلوه قوي تحفه. استك و 180. وعندنا اطفال كمان في منها استك. الاطفال منقوشه برضو. الاطفال بقى بيبقى اشكال ديزني بقى والاشكال الديزني. دي دفايات اطفال عليها اشكال ديزني. دي جديده. اهي دي جديده. عندنا اللحفه الديجرادي نازله جديده لسه بالظبط بقى لها اول اسبوع. فين خلصت جابت الحاجه بتاعتها ده؟ ليه يا فين؟ انا جبت طلعي طبعا احنا عندنا كل بقى البراندات عندنا تركي. معلش افرديها عشان الناس بتشوف اللايف وتيجي تسال. عندنا التركي، عندنا المصري، عندنا بصي يا جماعه برافو عليها تحفه الله. دي احنا لسه واخدينها وخدنا دي. خدتي دي؟ خدنا دي. الله خدنا دي. ده في جهاز العروسه. العروسه العروسه للفلسات. ودي كمان. الله دي حلوه قوي. هي راحت فين بقى؟ هي واخده كل الالوان البترولي. الحاجات دي حلوين قوي. دي في منها اللحاف كمان. اللحاف بتاعها كمان حلو قوي. لحاف ديجرادي برضه. وروني كده. طيب هو تحت داليا بصي اللحاف. هاتي اللحافات. الشنط فين؟ مختلف. بس عندنا نفس. لا ده كده قبله. احنا عندنا نفس اللون ده. عندنا نفس اللون ده. فينو دوت حلو جدا. انا جايبه لها منه. جايبه لها منه ده في البازار اللي فات. وده اللي حاف ده قطيفه. بصي بقى. بصي يا دودو هو ديجرادي بتاع الاخضر. مش اللي طب وده بطانيه مش لحاف. لا لحاف. لحاف بس شكله بقى تحسي بالدفى بقى. مدي بطانيه. وديع. ده بيدفي قوي. عندنا كمان اللحفه القطن بكل اشكالها والمقاسات بتاعتها. اللون بقى بتاع دي يا دينا. اللون بتاع موجود لو حضرتك عايزه اللحاف موجود مفيش مشكله. ماشي اوكي. بس لو في منه الازرق كاتبين طقم على بعض. هي هتشوفه بقى عشان هي لسه ما عجبتش. وعندنا طبعا البطانيات الموره. ايه يا جميل. شفتي انا عارفه. انا اول ما قلتي طب الحمد لله عرفت طلبها وقلت لها دعاء على طول. انت خدتي البرفانات؟ ماشي. خلاص. اهلا يا خلاصي. بصوا الستات اللذيذه بقى بتنزل بعيالها القنانين شداد برد وتلج. الواد متكلم. انت جبتي بنت ولا ولد؟ خلاصي خلاصي. عندها قد ايه؟ 4 شهور. خلاص وشي جديد يرزقنا باذن الله. يا تيا تيا يا تيا قمر. دينا عايزه تصوري صوره فوتوغرافيه مع بعض. انا عايزه اتصور بس.
صوره بس صوره. يلا عفوا يا قمر. انا قبل ما يبقى عندي بزنس انا قلت اول بزار هنزله كان بزار بجد قبل ما يبقى اصلا عندي. انت معانا يعني؟ اه طبعا على طول. انت كنتش اصلا كنت شغالي في ايه؟ يلا تعالي في الطيران. اه شفتي مجرد الطيران كنت قعدتي خلاص تقعدت. طعمة حبيبتي حلوة قوي حبيبتي قمر. احنا كده ناقص بس السايلين. انا بعرف ازغرط انا بعرف انا بعرف انا دودو هاي انا بعرف انا بنتي بتجيب حاجات انت هتنزلي هتضحك جرسنا في المنطقه هاي السايلين اهي رفع كمان يلا يلا نصحصح كده نصحصح كده. الناس لسه الساعه كام؟ الساعه كام؟ 7:15 لسه بقى هنبدا بقى الخروج. ايوه 7:15 ده بدايه الخروج صح. والغزاله جايه لا بدايه الخروج بقى الناس بتبتدي بقى تخرج بقى الساعه 7. في ناس كده في جزء بينزل الصبح ويروح في جزء بينزل 7 بقى يلا ينزلوا بقى يلا حبايبي. ما انا كذا مره اقول ايه احنا الساعه 7 بقى يلا انزلي بطلي كمكمه. فجت لي واحده هي وجوزها قالت لي انا كنت مكمكمه ونزلت عشان انت قلتي لي فانا عايزه الناس المكمكمه تنزل لي. يلا احنا فين؟ طيبو قدام اهي اهي في الوش اهي. رشا ودينا انا ما صورتش مع دينا ولا هنا تمام اهو رشا اهي. ايوه ايوه طب خلينا بس ما انا الميه ما تعديش على عطشان اهو. في ايه اهو بس الخاتم بقى انا قلت ما يعني ايه هخبط حد بيها يعني ايه الخاتم عايز حلقه عايز شغل حاجه كده, كده رهيبه. وريني فرجيني يا دندن دينا الدهان يا جماعه دينا الدهان والحاجات الخطيره بتاعتها ورينا. اه دول ايه؟ دول برضو من فضه مصر تحفه. ده اساور دي حلوه قوي قيسيها على ايدك كده يا دينا. ده تصميمي بقى الديزاين بتاعي والله خطيره حلوه قوي. بصي اتفرج اوبا اتفرج معلش انت كده بقى جربانين معلش الرزيله يعني احنا قويه فظيعه. بصوا خطيره يا دينا. عايزه بقى الفوادم دي كلها برشات فيه اجيب لحضرتك اللي انت عايزاه. قوليني بس الشكل. عايزه برش حاجه على جولد. جولد بيكون هنا فضه معصدمه فضه. اه والله هو لونها فضه. اه تمام. خطار 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 دي خطيره دي خطيره دي خطيره ده خطير. وريني الثانيه دول يا عم. الله دي حاجه اسمهم ايه؟ النوبي. النوبية اه البيت النوبي تحفة. ودي تركي خواتم تركي. بصوا انا جبت خاتم تركي بصراحة حق ربنا. بس ده مع ده كده بيعيشوا يعني ممكن ايه 40 سنة 50 سنة. ده تركي اه ده تركي ده خطير. ده بصي على ده شغلك. بصي الخاتم ده شغلك. اه ده شغلك ده شغل دينا حبه جدا لانه بيتلبس على الذهبي وعلى الفضي. هو حلو عشان حضرتك لابساه. لا ازاي بقى انا بحب الحاجات الذهبي في الفضي. يبقى قاعد بقى ديزاينر. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمه عارفين بعض من الشبه النجران. وفي السويسري برضه رفيع. كم توأم؟ مش توأم. ناسي. ناسي. اللي في الدور الرابع. ايوه بالظبط. هما جايين من فيصل؟ اه. ايه ده؟ احنا تاني مره. جايين من فيصل للتجمع. حضرتك عملوا لنا في اكتوبر او فين؟ بصي وبعمل في بتاع وبييجوا مش مثلا اعمل لنا وما بنجيش. لا. بس فين ماما مية؟ لا نظارات مش موجودة. مش موجودة النهاردة. ما جاتش النهاردة بس هي معايا على الشنط. انهي شنط؟ لا كان في بتاعت موديستي اللي هي باج ان اللي انت كنت جايبه منها شنط. اه اه ما جاتش النهارده برضه بتاع اسكندريه. نفسي اشتري منه بس مش قادره اسكندريه. بصي دول
دول شنط فظيعه زي ماما ميا بالظبط. واسعارها لا هي الموديل بتاع باجين وبتاع اسكندريه زادو باج زادو باج بصراحه المره الجايه بقى تيجي اسكندريه لعلمك اقرب لك من التجمع اسكندريه اسكندريه التجمع لصاحبتها الرحاب جايه عايزه تيجي لصاحبتها الله كلنا نروح اسكندريه بقى بتوع الرحاب بتوع الرحاب حبايبي دول ايوه انتوا فين بتوع الرحاب وفين باقي بتوع مدينتي عايزين بتوع الرحاب وبتوع مدينتي ما بتجناش الرحاب ليه علشان ننزل على طول يلا 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 احنا موجودين اهو التجمع خطوه ماشي من بيت لما لقيت صاحبتي جايه جت جري يعني انت خلاص ماشي يا فاطمه على طول يا فاطمه صور يا فاطمه هي دي فاطمه بقى ايوه حبيبي تسلمي قولي يا حبايبي نورتي تسلمي موبايلك اهو مع اهو يلا يا نيه النجف ده يعني انا لسه لفه اروح وجابه منك طرحه برضو اروح لفه وجيب جابه طرحه تاني اهلا 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 تسلمي يا جميل قررنا في جزء من الثانيه اننا نيجي انتوا الساعه كام قررتوا الساعه كام انا بصراحه الساعه 6 قلت انا اهو قلت انا اهو الناس بتقرر الساعه 6 انها تنزل الساعه دلوقتي كام 7 ونص لسه بدري ننزل بقى ننزل اهو احسن منكم في ايه اهو جوه ولا حاجه ولا حاجه وده الجمال لابسين اهو حلو انت لسه الكلام كله شايفينه جايين ازاي شكله اول عمر على الحقيقه ميرسي والله عمر على الحقيقه والله حبايبي ستات الجمال دول جايين منين بقى؟ جايين من عين شمس اوبا من جسر السويس ميرسي يا دول وديني يا جميل الشنط ده الشنط والمحافظ والساعات الجاس والسي كي كلها ايه يا فصل ايوه هي دي اللي انا جاي عليها بره وريني كلميني بقى عن الشنط كده كلها الكروسات الويست دي نازله ونازلين مع الام كي والكوتش يعني دي وريني الاسود زي اللي على المانيكان ده زي ده خطير ما شاء الله بلغاري نازله جديده سوري 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 انا اسفه ولا يهمك والان كي دي بص دي شانل في منها الفضي والذهبي الرسمه اللي هي السبعات دي وفي الام كي دي بصي مايكل كورس بلغاري دي نازله جديده برضه يف سان لوران مين الجلد بتاعهم حلو قوي دول جلدهم حلو قوي وفي بقى جاس منزلاهم برضو حلوين قوي مشجرين دول احدث حاجه طب ممكن توريهولي استنى عشان تجيب عليك حاجه الجاس الجديده اللي نازله شيك قوي الالوان عامله منها الورد اللي هو الايه ده عجب الناس المره اللي فاتت الورد والفراشات والحاجات دي سالوا عليهم صح والفراشات البيج دي هاتيها لا الكوب الفراشات البيج ايوه حلوه جدا بصي بصي الفراشات سوي بس بشوف الناس اللي بتشتري دي ما شاء الله وردينا تاني لون الكشمير الجديد حلوة طبعا خطيرة 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 هاتيهم هاتيهم قربيهم من ال حلوين قوي الاسود والبني كروسات كلها انا عايزه كارت عشان اوريه بس للناس في ساعه الرولكس كمان نازله جديده ثلاث الوان ابيض كحلي اسود حلو قوي اس فاشن دوت براند ما
عايزه توريني ايه تاني؟ عايزه اوريكي في عندي بصي التيشيرتات لسه اصلا التيشيرتات الجاهزه عايزه اوريها. طب يلا بينا. عندي زوميه بتاعت الدكتور الصبح الصبح ان شاء الله. انت لسه جايه؟ لسه جايه اتفرج على حاجات على التكفيره. يا ريت اوسع على فكره. اول ما شاف الجاكيت قال لي بتاع بالدعاء. حبيب قلبي عسل عسل يا حبيبي الكبير. ربنا ربنا يلا هاتي الموبايل وموبايل الدكتور او موبايل كده موبايل لسه لسه دلوقتي خالص. يلا استحيل استحيل. يلا اس فاشن اس فاشن. جايبه ايه تاني؟ جايبه تيشيرتات تانيه كمان. طب دي حلوه. طب دي الابيض القطن القطن الاسود والابيض بتاعها. وفي الجاز الابيض دي دي برضو الابيض والاسود بتاعها. يعني كل واحده والاسود بتاعها اه تحفه حلوه قوي. دول يتلبسوا الفترة الجاية تحت اي حاجة. مش الجاكيتس في التريننج سوت ساعات التريننج بنحب نلبس حاجة مفتوحة كده تلبسي عليه تريننج سوت مفتوح. ودول بالظبط كتار كل المقاسات من ناعمين لارج لغاية سمول. سعرهم كام دول؟ دول نازلين 250 250 جنيه. حلوة قوي. كانت 300 نازلة 250. تحفة تحفة. جاس وتومي جاس وتومي ابيض واسود تحفة كل المقاسات. تمام جميلة يا حبيبتي. وصلنا بسلامة الله إلى أرض الوطن. أرض الوطن وصلنا بسلامة الله. هي فرح بنتي على القمر. هي الموديل اللي بصور عليه. آه دايما بينزلوا من غيري بس مرة قمر. يا أختي قمر. يعني أنت بقى اللي هتشرح اشرح لنا بقى. دي واحدة دي كده تتلف. على فكرة أنا آية أختي تقريبا. أيوة. كل لبس الشتاء جايباه من هنا من عند ستايليفو حبيبتي. عمالة تفرجني على الألبوم كله. آه أي كده أصلا. يعني أنت تلف بقى حلوة قوي. حلوة قوي يا فرد. لذيذة على جيبة أو على بنطلون واسع. لذيذة قوي. هي لابساها مخصوص لأن هي واحدة طبعا. هي ساحبة نص الهدوم من عندي. عادي يعني عادي. طعمة طعمة طعمة. دي طبعا السوت اللي بره دي يعني كانت النهارده جدا اشتغلت كويس. اه جدا يعني لسه حاسه ايه اخرها. مسكتها كسرت الشماعه. ولا يهم حضرتك ولا يهمك فداكي. دي ب 475. حلوه قوي اسعارها. اسعار اسعار. ما احنا قلنا ما طيب خلاص نحفظ. أيوة. نحفظ علشان احنا بقينا العيله خلاص. في ناس هنا اللي هو احنا قاعدين الصاله قصه الجزء عارفه ان هو دول بقى في ده وريني. انت برده حلوه قوي. ده لبس كاجوال على جين. ايه يا فرح؟ اه ايه يا فرح؟ ايه يا فرح؟ ريحيني يا فرح. حاضر حاضر حاضر. اشتغل يا فرح. اشتغل يا فرح. وايه بقى؟ مش هنلاقي موديل احلى من كده بصراحه. خليكي برده ده علي. اه قمر يا اختي تعمدي. امال بابا فين؟ ما جاش النهارده. انا اللي نازله ما جاش. احنا بقى قلنا حد من العيله يجي يكمل. ودي ده من فيس. ده الفيس الثاني ده اللي لبس على وش ووتر بروف يا اما على وش فرن. هو نفسه ده يعني جاكيتين في جاكيت. الحلاوه دي جاكيتين في جاكيت. والحقيقه سعره حلو جدا. 520 520 جنيه دبل ب 250 بالظبط كده. اه حلو والله. ممكن البسه كده موديلين. اه هو هو برضو الكوت الجلد ده حلو قوي. ده برضو من الحاجات اللي مش قادره اقول ده اخر بيس النهارده على ما شاء الله. يعني انت اصل اسعارك يا والله هو الحقيقه ده سعره كام؟ ده ب
680 بدل 800. 600 بس شيك شياكة جدا. وفي جبين قدامه البسي يا فرح فرح خطير. اهي اهي جديده. لا ما ممكن على جيبه ممكن على بنطلون واسع وايد شياكه. ايه الحلاوه دي؟ اه ده مميز قوي. دي جيب من هنا ومن هنا. جيب من هنا وجيب من ورا. اه وصايع بجد. ماشي كده اطلعي يا فرح في النور كده اطلعي. مبدئيا فرح دي خواجايه خالص قمر. حلوة قوي ده ب 600 والجلد بتاعه حلو قوي تخين يعني مش جلد مثلا. ومن جوه ايه ده ب 680 بدل 800 اخر بيس حتى النهارده كان دي اخر بيس كنت جايبه منه يعني. اه بس ما شاء الله اشتغل قوي. بكره بقى بكره معلش على فكره كوليكشن جي عدي عدي فرجينا فرجينا. هي العروسه جت تاخد كمان. لا ده انت مش هتفلسي. احنا في املاك نحجز عليها طيب ولا في محجوزه على الاملاك؟ ده ما شاء الله. ايوه دي ايه اختي جابته عشان البنك النهارده. ايوه عشان بتهيا في الكلاسيك وكاجوال. ده ايه جابته عشان البنك خطير عشان هي لبسها في البنك كله كلاسيك. حلو جدا. ده سعره كام؟ ده ب 480. شيك قوي. ده مستورد يا رشا؟ اه ده برضه نفس البراند اللي في بلوزات بقى السيمبل اللي هي تحت كوت تحت حاجه لان الحاجات دي برضه كنت بتسال عليها. بلوزه فيها حركه من هنا سواري لايت مثلا الحاجات دي. يعني ده لمين بقى ان شاء الله؟ لا والله ده بيت. انا عايزه اقول لك ده على بنطلون واسع يا دوب التوب لينك كده خلاص. يعني في مصايب هتبان من تحته. في بلاوي عايزين نخبيها حضرتك. رشا سناكس فود. ما اقدرش ما شفتيش حبيبتي. وحشتيني والله. عامله ايه؟ ما ينفعش ما اقدرش ما اجيش ما اقدرش ما اجيش. شياكه وحشتوني. شياكه اي افنت كي تحفه. اي افنت كي ايوه صح تحفه. عامله ايه؟ وحشتيني وحشتوني. وانت كمان خلاص. ثانك يو. انت كمان دول حبايبي من زمان من ايام الجيزه. لا ثانيه واحده حبايبي النخشين بتوع الليل واخره. دول بتوع الليل واخره بقى. ايه الدلع ده؟ حلو قوي ده خطير. ما بصوا بقى انا سفرش اشوف البيس عندهم بسعر اروح الاقيه مضروب في اربعه بره في حته تانيه. هم حاجتهم كلها مستورده وذوقهم عالي جدا. بصي يعني ده بكام؟ ده بكام؟ ماشي. وده ده خطير. ده مقاس ايه؟ ده مقاس 46 عندي منهم. حلو قوي ده. حلو قوي ده. اه يفتحي لفي لي كده لفه. انا بشيل دي تانيه نقل هي بس عشان نقيس. مش هينفع نصورها وهي بتقيس. شفتي؟ ما ينفعش لازم نلف الناحيه الثانيه. نلف الناحيه الثانيه. حلوة جدا. وريها لي اسمها ايه؟ تعالي 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 تعالي. ما شاء الله الله اكبر تحفه. حلوه انت هتبقي موديلز معاها. حلوه ما شاء الله تحفه. ثواني عشان مامة سفارش بتتفرج على اللايف. ماشي من الصبح ومستنيه. انا جيت اهو. انا جيت يا طنطا. وبعدين وبعدين تحفه قمر. حلو. هو اساسا ان انت اي حاجه بتلبسيها دودو بتبقى مرايه فظيعه يعني. ما تسلفونا مرايه ولا تنحلي. لازم مدام دعاء موجوده معانا كده عشان كل حاجه حلوه عليكي. اه هو مفتوح احلى. اه جدا. وهو مفتوح كمان احلى. اه عجبتني.
بكام ده يا دودو؟ 1600 بس بصي تحفه. هو ده لو معروض في دالي دريس او معروض في اي حاجه من ده هيبقى معدي. اه طب 1600 قال كده ما انا ماشي. اخترت ايه كمان؟ انا مع العروسة النهاردة. اخترت ايه كمان؟ ده كمان؟ ده كمان انا عايزة. ده يجنن. انا عايزة ده حلو قوي بس عشان ايه عروسة يعني بعد كده عايزة اكبر. لا انا ايوه انا كل حاجة بجيبها بتبقى اسم يا دوبك قطعة والله. شوفي ده طب شوفي ده رهيب. صورنا بكده حلو قوي. طلع لايف لا تحفه حلو تحفه. تحفة تحفة ده احلى كمان. اه لا عايزه ايه عايزه لا انا عايزه اشوف اللون ده الاسود اهو والزيتي اهو ده حلو اهو تعالي بقى مفتوحة عشان تبقى سهلة. الجاكيت ده طيب ده في منه اكس لارج ده مقاس اكس لارج ده واحد في مقاس واحد مقاس عايزة مقاس اتنين مين اللي عايزة خطير. ده سعره كام؟ ده 920. حلو. واو. انت بص هنا. لا وعندنا مش مراتب. لا هو بص الموديل ده كل حاجه قصير. لا ده كده ده فيتشر كم وزرايد دي مع بعض احيانا عندي بضاعه متاخره في الكم. اه دي مشكله يا ملك بتبهدل. انا ليا فتره عايزه ادخل معاكي كام معرض عدول رسام ان ال حلو برضو قوي. حلو قوي ده. حلو قوي. مشكلة في الشبكة بتاعه. هيقول لك قصير لا قصير قصير لا قصير.
حلو قوي ده. اه احلى من التاني كمان. عايزين اسم المحل. اسم المحل سكارش. اه بصوا سيبارش على الانستغرام. سيبارش حاجتهم مميزة جدا. قولي بقى اسم المحل وقولي احنا فين النهارده. سيبارش تيوليب النرجس النهارده وبكره في مودستي باي دعاء فاروق. منتظرين. فين الموبايل اهو. استني ما تمسح الملف. معكيش حاجه معكيش حاجه قطن. لهون دي على طول منين؟ تعالي هنا انا متضايقه. تعالي هنا بعيدك. قمر قمر خصوصي لما عيطت. عيطت معاكي. انا عيطت معاكي. مش حلوه دودو. تعالي هنا. تعالي ايه يلا هنا حلو عشان اهلا عمرا هي طيب يا بنت خالص. استنى بنت سيبك كده ليه؟ هما صبيان كده ليه؟ عجزوا بالصبيان صابونا حتى كلام. بس كده بس كده شعر اصفر ايه لا والله مش هاكي اكتر منك قوي. ما اعرفش ازاي ما انا قصير. بس انا عامله كابوكاش. عشان يا جميل
ايوه هات شفتي بقى استنى اه بطي له بس الصور فاهماني دي له بقى الصور انت عندك من ده تاني هي بيس ميرسي شكرا ميرسي شكرا ميرسي يلا ثانية يا إيمان تعالي يا إيمان منك نعطي ده اعملي بقى فاطمة هقولك بس أنا أعطيني كذا مرة ما تنسي أنا انت عايزه ايه؟ بس اعملي ايه قولي ناخد سيلفي يلا يا دعاء احنا جمهور لا استنى يلا فين يا عزيز كل يوم يلا 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 انا هقولك اللي بتحشاه دي معايا على فكره دي ايه رايك مش معقول بتدفي بدون بتاعت اليومين دول عملتوا عليها خص من 20% على كل حاجه دي خطيره وبيتشال ده بيتشال يعني انا بلبسه لما اجي انام بشيل بس وانا قاعده انا صورت بيها مره شفتيني قش هم جابوا لطيفه جدا عملتها برضو طريه قوي عشان الحركه ما تبقاش مضايقاكي لطيفه جدا الله مش هنقلع ونلبس حركات يلا يا سلامي يا قمر تعالي يا جميل تعالي يا قمر يلا يلا الولاد كلهم مع بعض لا كمان حباب يلا جبتي ايه؟ اشتريتي ايه؟ شفتي شبكة هنا تمام؟ الو ده ايه؟ ده اهو ده تعالي يا رب تعالي بصي كده مش هتنفع مع شعر يا ابو تعالى يا ابو بكر حبيبي معاكي ايه
حبيبتي معاكي فيزا لو سمحتي؟ عندك فيزا؟ مين عنده فيزا؟ شوفي بره بقى أرندك إيه، اسألي أرندك إيه. آه أرندك إيه عندهم فيزا. مين؟ أرندك إيه. أفكار ممكن تدوني كم؟ بنسأل عليه لفوا، انا هو انا جوه لقيته بره بلفوا بره حجمه ده فرايتي فظيعه. اه ليتي 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 يعني ليتي حاجات وطيده بس هو ليتي مني. لا حاجتهم على فكره عندهم فرايتي حلوه حاجه حلوه قوي ما كنتش متوقعه. انا ازاي معجبه ازاي؟ انا في البيت لا هي بتصور هي اما طلع لايف يعني احنا طلعنا لك اكبر اعمل لها الاطفال بقى باي باي بقى قولوا لهم اهو لا انا لايف اريدي ما شاء الله يعني بصي حبيبتي عامله ايه اخبارك ايه درجه 300 لا 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 انا عايزه اقول حاجه على ما 102% شوفي بقى انا بقى انا هنا انا ايه لا ما انت وري 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 بطل ازاي يلا بنطلون مبطل زي كده زي حلو قوي تحفه تحفه خطير خطير. هاتي الـ 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 ه